ما شكل النظام الذي يريده حزب الله في لبنان؟ نحن نعتقد بأن علينا أن نزيح الحالة الاستعمارية والاسترائيلية، وحينئذ يمكن أن ينفذ مشروع، ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين، هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. وبدك تفتحي لي هلالين واحكي حكي أول مرة بينقال للبنانيين، تحديدا ل 14 آذار. يا 14 آذار، إذا مبسوطين إنه سوريا بدها تتقسم لازم تخافوا ما تنبسطوا، لأن لا سمح الله إذا سوريا تقسمت الحصة اللي حدنا يعني طرطوس واللدقية وحمص وريف دمشق اللي راح تكون تحت سيطرة الرئيس الأسد، إذا سوف يكون جارنا الرئيس الأسد وبنفوذ واعتراف دولي، وبالتالي مثل ما راح تكون إدلب لا سمح الله وحلب لا سمح الله تحت رعاية تركية، مثل ما راح يكون في منطقة عازلة شريط حدودي بدرعة تحت رعاية إسرائيلية أردنية، مثل ما راح يكون في إقليم كردي كما يقول الأمريكي تحت رعاية كردستان في غرب كردستان أو المسمى غرب كردستان، سوف يكون لبنان مرة من جديد تحت رعاية سوريا الجديدة. ما ينبسطوا كتير وما ينهبلوا هيك باللهجة العامية بسيناريو التقسيم إنه إيه بدهم يقسموها، إذا قسموها أنتوا أول ناس رح تنفك رقبتكم هيك بالمشبرحة. وهل لبنان بعيد عن التقسيم أيضا؟ لا، أصغر منه يتقسم، بتبلعوا الدولة السورية الجديدة وبنرجع مثل ما كنا، وبنرجع مثل ما كنا. طيب، يفكوا شفرة هذا الحديث ويقروا برواء وبهدوء وبعيد عن التشنج. تقسيم سوريا مضر للجميع ولن يحصل، يعني وإذا ما حصل أول واحد بده ينضر منه أعداء سوريا، لأن لبنان رح يكون ملحق في هذه الدولة على رأس الرئيس الأسد، وإذا أردوغان مبسوط بداعش ومبسوط بهذه الحالات المتخلفة يتهنى فيها بكرة.